خلال اجتماع ديالنا مع رئيس الحكومة أكدنا جديد على التزام الكامل الاتحاد العام مقاولة المغرب من أجل إنجاح هذا الحوار الاجتماعي. تحدثنا كذلك على الصعوبات اللي يمر بها الموظفين في هذا السياق الاستثنائي ديال التضخم، وكما شاركنا مع رئيس الحكومة الوضع الاقتصادي الصعب اللي كيعانيو به الشركات في الاقتصاد ديالنا، وتأثيرات هذا ارتفاع الأسعار المواد الخام والأولية والتكاليف الأخرى الناتجة عن نفس السياق التضخمي. وفي هذا الصدد كان نطلبوا بتسريع الإصلاحات التشريعية، وعلى وجه الخصوص تعديل القانون ديال الإضراب والعمل. وفي هذا الصدد كان طالبوا بتسريع إصلاحات تشريعية، وعلى وجه الخصوص تعديل قانون العمل وإصدار قانون الإضراب باش يواكبوا تنفيذ ميثاق الاستثمار، وفي من جهة ومن جهة أخرى من أجل تحسين مناخ الأعمال وحماية النسيج الاقتصادي وتعزيز العمل في البلد ديالنا إن شاء الله.